يحل فريق سموحة ضيفا على حساب نظيره الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما في 7 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 7 من مسابقات الدوري الممتاز على ملعب المقاولون العرب. يحتل الفريق الأحمر حامل اللقب المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 13 نقطة عقب تعادله الأخير أمام الجونة بهدف لكل منهما في الجولة الماضية، فيما يأتي فريق سموحة في المركز 12 بجدول ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط بعد خسارته أمام نظيره الاتحاد السكندرية.